أعلنت اللجان العامة بمحافظات الجمهورية نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية 2024. يأتي ذلك وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث حددت يوم 14 من ديسمبر لتلقي الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة، ويوم 15 والسادس عشر من ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، على أن تعلن النتيجة العامة في 18 من ديسمبر وتنشر في الجريدة الرسمية.